أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز لشخصين أن يشتركا في قيمة أضحية واحدة من الغنم؟ لا، الأضحية إنما يذبحها واحد ويشرك فيها من أراد، هو يذبحها على حسابه يشرك فيها من أراد. أما أنهم يشتركون في الشاة، جماعة يشتركون في الشاة، هذا لا تجزي الشاة، إنما تجزي عن واحد، وعن من يريده هذا الواحد يشركهم في الثواب معه لا بأس. هذه البدنة والبقرة هي اللي تجزي عن سبعة يشتركون فيها، أما الغنم لا تقبل الاشتراك، إنما يذبحها واحد على حسابه، ولا بأس أنه يشرك فيها من أراد في الثواب.